لكم. صلوا على محمد وآل محمد. تعجيل مولانا الأنصاف من عصر الزمان وبارك لكم هذا الشهر الفضيل. الله يعلم إن شاء الله بالنصر إن شاء الله بالنصر في هذا الشهر الفضيل. تبت يدا أبي لهب شلت يدا شلت يداك يا أحمد يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: موتوا قبل أن تموت، ونحن الله كنا ميتين، ونحن بين يدي الطغاة من آل خليفة، ولكن ما أن أحيتنا هذه الثورة ضد ظلمهم. فالنموت قبل أن نغلب، فالنموت من أجل أعراضنا، فالنموت من أجل وطننا، فالنموت من أجل حرائرنا، من أجل دماءنا التي سفكت. يا شعب البحرين، والله يا شعب البحرين، أقول لكم إن أبقيتم آل خليفة في هذا الوجود يا شعب البحرين لن تحيوا بعزة وكرامة. أقولها وخاصة في هذه الأيام. هذه الأيام تعرفون هذه أيام إغراءات. يا شعب البحرين، تكون بليس بأي مكان إذا حاول إذا دشوا ليكم المرة من المال. أقول لكم يا شعب البحرين، لا المال ولا الجاه، وإن وجد وجود هؤلاء الظلمة لن يصنع لكم مجدة ومجدا وعزة، بل سيصنع لكم ذلا ومهانة. فالذي يرضى بهذه الذلة والمهانة لن ينال سعادة في دنياه وآخرته، لأنه يرضى لمهانة نفسه. أقولها يا شعب الكرامة، إن كنتم اليوم تحسبون أن ظلم آل خليفة ثقلا عليكم، فهذا كله أمام سخط الخالق عليكم لا شك. إن تناجحتم وخضعتم ستهلكون، سيغضب الله عليكم، ومن يغضب الله عليه فقد هوى. يا شعب الكرامة، إن ثورتكم المباركة هذه تفتح لكم آمالا نحو مستقبلا مشرقا لكم وللأجيال القادمة، فلا تلقوا بالمهانة. رسالتي إلى شعب، إلى آباء الشهداء: أبناءكم أمانة في أعناقكم، دماهم غالية عليكم، وأنتم جئتم رسالة لهذا الشعب، فكونوا دائما السباقين في تواجدكم في الميادين، واعلموا ان هذا الشعب ينقاد امام كلماتكم، فهي المحفزه لكم لهم واياكم والتراخي والتراجع. والا سوف تسالون يوم القيامه امام الله، يوم يشكون ابناءكم ظلمكم لهم، ودماءهم تصرخ لعدم الاخذ بثارهم. آباء المحتقلين، آباء المحتقلين، أنتم أيضا تقع عليكم المسؤولية الكبرى. أسألكم بالله يا أبا المحتقل، يوم الشهيد كيف أهمالكم بالا وتنامون الليل وأبناءكم يعذبون في داخل السجون، صرخاتهم تصل إلى عنان السماء من التعذيب والتعذيب والويلات. اخرجوا في الميادين والساحات رافعين صورهم مطالبين
وراءكم، ورسالتي أيضا للشيخ الجليل علي السلمان. أقول له إنك سند وتاج رأسنا، ولكن يا سيدي أرجو أن تقول لأفعالكم تحركا أكبر وتصعيدا أكثر